في أوجه كثيرة للاستثمار، أهمها الاستثمار في مستقبل الإنسان، مستقبل نشوفه في نظرة عبد الله الأحلام حقيقة وفرضة سارة عن حياتها، وطموح نوف لتنمي قدراتها. مستقبل مستدام هو فرحة فيصل في كل موسم حصاد، فرصة جون ليطور شغفه في عالم المحركات. مستقبل واعد تساهم فيه منال لاكتشاف وجهات سياحية جذابة. مستقبل متطور يستفيد فيه وانغ من التقنية لخدمة الإنسان. مستقبل يتجاوز حدود خيال عليا. في صندوق الاستثمارات العامة استثمارنا يتعدى المشاريع والأعمال، نستثمر في الطموحات الكبيرة، نسخر الإمكانيات لنحقق الإنجازات ولنرسم أجمل ملامح المستقبل، الإنسان. صندوق الاستثمارات العامة، نستثمر في مستقبل الإنسان.